أردوغان يعلق على تهديدات ترامب لبلاده، وطفل يفاجئ أمه المذيعة على الهواء ضمن قصصنا الخمس لهذا اليوم. مساء الخير متابعينا. قصتنا الخامسة نبدأها مع الرئيس ترامب الذي أعرب عن حبه للأكراد رغم سحب قواته من مناطقهم قبل بدء تركيا لعملياتها العسكرية في شمال شرق سوريا، لكنه قدم في الوقت نفسه بعض التوضيحات في هذا الخصوص. ترامب ولد سؤاله عن سبب هذا الانسحاب ألقى باللوم على الأكراد، وقال إنهم لم يساعدوا الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية وإنزال النورماندي، وأضاف: الأكراد يحاربون من أجل أرضهم، عليكم أن تفهموا هذا. يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية اتهمت الولايات المتحدة بخيانتها، وذلك على لسان المتحدث باسم هذه القوات كينو جبريل. حكايتنا الرابعة مع حادث أليم، وذلك عندما أظهر مقطع فيديو لاعب قفز مظلي وهو يرمي بنفسه من طائرة على ارتفاع 600 متر من سطح الأرض، وهو أمر طبيعي لعشاق هذه الرياضة، لكن الكارثة حلت عندما حاول ميخائيل فتح المظلة خلال هبوطه ولم تعمل، وحاول أيضا فتح المظلة الاحتياطية لكنها لم تعمل أيضا، ما أدى لوصوله جثة هامدة. وأعلنت السلطات الروسية بدء تحقيق في وفاة ميخائيل حول ما إذا كان الحادث جنائيا أم حادثا طارئا. خبرنا الثالث طريف، وهذه المرة من إحدى غرف استوديوهات الأخبار في تركيا، فقد فوجئت مذيعة MBC نيوز بطفلها وهو يقتحم استوديو الأخبار في أثناء البث المباشر وهي تذيع خبراً عن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا. وبدا على المذيعة الارتباك محاولة في بداية ظهور طفلها على الشاشة تجاهل وجوده، لكنه بدأ يقترب منها ويلامسها ويحاول ضمها، وهذا ما دفعها إلى الضحك قائلة: أعتذر منكم، ابني هنا. وواصلت قراءة الخبر بوجوده على الهواء مباشرة. خبرنا الثاني من أحد مواقع تصوير فيلم جيمس بوند الجديد، حيث تعرض العاملون هناك لحالة من الفزع بعد انتشار أنباء بوجود هجوم إرهابي محتمل على موقع التصوير. بدأ الأمر حين لاحظ المسؤولون عن الأمن وجود سيارة من نوع فان في وضعية انقلاب على الأرض، فقام عناصر الأمن بتوجيه الأمر بإخلاء 400 عامل من فريق العمل كانوا متواجدين في موقع التصوير. وبعد البحث بشكل جيد تبين أن السيارة التي تسببت في كل هذا الهلع كانت تابعة لتصوير مشاهد الأكشن بالفيلم، وتركت منذ الأسبوع الماضي على هذه الوضعية. خبرنا الأبرز لهذا اليوم متابعة لردود الفعل على العملية العسكرية التركية في سوريا، فقد علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأول مرة على تغريدات ترامب المهاجمة لتركيا، مؤكداً أنه حصل على الضوء الأخضر من واشنطن لبدء عملية نبع السلام في شمال سوريا. وعن تغريدات ترامب المهاجمة لتركيا بدأ أردوغان هادئاً وقال إن ترامب مضطر لأخذ هذا الموقف لتجنب الضغوطات الهائلة التي يتعرض لها من داخل إدارته، وأشار الرئيس التركي إلى أن هناك سياسيين يمارسون ضغوطاً عليه، والأخير يستخدم تغريدات تويتر للتخفيف منها. بهذا الخبر متابعينا نختتم موجز اليوم من عربي بوست. ما هو أهم خبر بالنسبة إليكم؟ أخبروني في التعليقات أدناه، وتأكدوا من متابعتنا على صفحات فيسبوك، إنستغرام، وتويتر. أراكم في موجز جديد.